السيادة الاقتصادية التي تطرقت لها الندوة التي كنا حاضرين فيها اليوم والتي تم فيها عرض خصائص هذا الموضوع الحساس جدا والذي يتعلق بالسيادة الاقتصادية ولكن كذلك ما وراءها. اليوم إذا تحدثنا عن هذا الموضوع والامتدادات يمكن أن نربطها مثلا بالنسبة للمغرب في القطاعات الداخلية بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والتي تتطلب فعلا الاجتهاد لكسب هذه السيادة. فما نشهده مثلا اليوم في قطاع الصحة فهو جد مقلق كذلك وبالخصوص مع بيع بعض المنشآت العمومية للخواص وبالتالي يمكن أن نطرح السؤال حول التهديد بفقدان السيادة على هذا القطاع جد حساس وهذا يحيلنا كذلك على قطاع التعليم الذي بدأ في بيع المنشآت العمومية منذ سنوات. اليوم يجب أن نقف وقفة مع الذات ونعرف ما هي الأولويات، هل هي كسب اعتمادات مالية ربما تصرف في سد ثقوب الميزانية لفترة قصيرة وفي المقابل فقدان السيادة في قطاعات حساسة، أم نريد فعلا أن نعيد هيكلة هذه القطاعات لنكون في مستوى تطلعات النموذج التنموي الجديد الذي يتطلع كذلك ملك البلاد والذي أشرف عليه وتم الإعلان عليه قبل سنتين، ولكن بعد سنتين لم نجد مثلا في الإنجازات الحكومية ما يشفي الغليل بخصوص تنزيل هذا القطاع، وبالتالي تبقى إشكالية السيادة الاقتصادية والاجتماعية مطروحة. نعم. تمت مناقشة اليوم في مركز روابط مفهوم السيادة، السيادة بمفهومها العام وبمفهومها الاقتصادي والسياسي، حيث تطرق المشاركون للسياسات المتبعة من طرف المغرب لتمكين هذه السياسة، حيث تمكن المغرب من إطلاق مجموعة من الأوراش كالأوراش الاقتصادية أو الصناعية، على سبيل المثال يمكن ذكر القطاع السيارات، قطاع الأدوية وقطاع أيضا الفلاحي. على صعيد دولي تمكن المغرب أيضا من تنويع الشركاء، يمكن ذكر على سبيل المثال البرازيل، الصين، روسيا، وهناك تركيز خاص في الآونة الأخيرة على أفريقيا بصفة عامة وأفريقيا جنوب الصحراء بصفة خاصة.